يعني المجلس القومي للمرأة طبعا أصدر بيان، والدكتورة مايا مرسي قالت للبنات ما تخافوش ولازم تبلغوا، لكن ده حوار طويل نتكلم فيه في وقت لاحق. خلونا ننتقل للرياضة، كنا بنتكلم امبارح على أزمة بي ان سبورتس والمداهمات والمساءلات في حق ناصر الخليفي رئيس بي ان سبورتس ورئيس باريس سان جيرمان، والتويتات التي كتبها كابتن أحمد حسام ميدو مدافعا عن ناصر الخليفي، وقال انه ناصر الخليفي واحد من افضل الشخصيات التي قابلتها في حياتي، ولا اصدق ولو لدقيقه انه متورط في اي شيء مشبوه، اثق في نزاهه صديقي وواثق بانه سيعبر هذه المحنه بسلام، كن قويا كما عاهدناك دائما. ميدو الحقيقه هوجم بشده لهذه التويتات، ومعي على الهاتف كابتن احمد حسام ميدو. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا ميدو. اهلا بحضرتك. ازيك انت؟ طبعا شفت اكيد الهجوم اللي يعني كان عليك، لماذا كتبت اولا التويتات دي خاصه والناصر الخليفي عليه دلوقتي شبهات وتحت المساءله؟ يعني طبعا عايز مهم جدا ان انا اوضح ان مساندتي لناصر الخليفي هي مساندتي لشخص ناصر الخليفي وليس لمؤسسه بعينها او لنظام او لدوله، ان انا موقفي كان دايما واضح وصريح وكان الاكثر وضوحا. اليوم اللي مصر دخلت فيه في مقاطعه رسميه مع قطر، بعديها ب 24 ساعه الوحيد اللي استقال ورحل وعاد الى مصر وعاد للعمل في الاعلام الوطني والاعلام المصري هو احمد حسام. فدي نقطه. وده حقيقي، انت استقلت وقتها وفعلا رجعت. رجعت وتعاقدت مع 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 قناه مصريه، مع قناه اون، مع اون، وطبعا يعني الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نعمل يعني شغل كويس جدا في فتره قصيره جدا. ولكن هذه المسانده هي مسانده لشخص يمر بظروف صعبه ويمر بمحنه، وانا رايت ان واجبي كصديق ان انا ادعمه حتى ولو معنويا. طب ميدو، يعني لو هي مسانده شخصيه ما ترفع عليه سماعه التليفون، ابعت له مسج بينك وبينه. المسانده هنا مش شخصيه، المسانده هنا على الملأ، على التويتر امام الناس كلهم. صحيح، ولكن ما زالت شخصيه. لو التويته بتاعتي او التغريده بتاعتي محتواها بيقول ان انا لا اصدق ابدا ان مؤسسه مثل بي ان لا تتورط في مثل هذه الافعال، فده معناه ان انا بساند المنظومه، ولكن انا بكلامي على ناصر الخليفي كشخص. كشخص ومش مش مش بصفته رئيس مجلس اداره بي ان. ما هو ناصر الخليفي رئيس مجلس اداره بي ان، وناصر الخليفي السويسريين بيستجوبوه، وفي علامات استفهام على تورطه في اعمال مشبوهه، وفي فيلا تم التحفظ عليها في ايطاليا. يعني مش احنا، يعني مش المصريين بقى اللي بيقولوا الكلام ده، المره دي العالم يتحدث عن تورط ناصر الخليفي في اعمال مشبوهه للحصول على الحقوق. انت هنا وانت بتكتب ده ما قلقتش انه انا بساند واحد، حتى لو كان صاحبي، بساند واحد كان يعني عليه علامات استفهام حتى ان لم تثبت حتى هذه اللحظه؟ صحيح اللي حضرتك بتقوليه، صحيح. اللي موجه لناصر الخليفي حتى الان هي اتهامات ولم تثبت عليه اي تهم حتى الان، ولذلك انا رايت ان انا حكم صداقتي وبحكم العيش والملح بيني وبين الرجل ان انا اطلب مني ان انا ادعمه في الوقت الصعب ده. ده على المستوى الشخصي، يعني حسيت انه موقف رجولي، يعني موقف يعني ده على المستوى الشخصي، انما موقفي الرسمي اتخذته من اول دقيقه. من اول دقيقه انا اول زي ما باكد لحضرتك تاني، اليوم اللي مصر يعني قبل كده لما كانت الامور مش واضحه قوي وفي مناوشات، وكنا دايما بنقول لا الرياضه مالهاش علاقه، احنا في قناه ما حدش بيتدخل فيها سياسيا، ولكن اول لما كان في موقف رسمي من البلد من غير ما حد يطلب مني، يعني ما حدش، يعني بقسم لك بالله ما فيش بني ادم كلمني مثلا في التليفون قال لي يا ميدو لازم تعمل كذا، لا لوحدي خلاص، طالما ان في موقف رسمي تجاه دولة بالمقاطعة أو ان في مشكلة حقيقية ورسمية،
اول واحد اتخذت قرار بان انا لازم ارجع لبلدي، وان انا لازم ان انا اكون موجود في الاعلام بتاع بلدي. طيب خليك معايا ميدو، انا معايا دكتور كرم كردي عضو اتحاد الكره عايز يعلق على هذه القضيه. دكتور كردي مساء الخير. يعني ميدو شرح موقفه، قال يا جماعه ده موقف شخصي، انا حسيت انه صاحبي في ازمه، وانا هنا بتكلم عن الرجل وليس عن رئيس بي ان سبورت. انت شفت الموقف ده ازاي؟ لانه ميدو الحقيقه تعرض لهجوم شرس بعد هذه التويتات. اتفضل. انا شفته ان هو لو ما عملش كده يبقى غلطان. لان انا كنت في نفس الموقف ده بعد في 2011، واخد بال حضرتك، وعندي اصدقاء وبرضه بينهم عيش وملح، وتعرضوا لمحنه، وكانت الامور كلها قيد التحقيقات، وكنت بروح ازورهم في كل حته هم كانوا متحفظين عليهم فيها، ولم اجد اي غضاضه، لان انا طالما هم اصحابي وهم كانوا في مناصبهم برضه لما هم يتعرضوا للمحنه لازم ابقى اقف جنبهم. وانا بأؤيد الكلام اللي هو قاله ان هو واقف مع ناصر كشخص وليس رغم خلافنا مع المؤسسه، واننا شايفين طبعاً انها يعني فيها دي حاجه ودي حاجه يا فندم. تماما. يعني انا ممكن مثلا يبقى عندي خلاف مع السي بي سي، هل معنى كده لما اشوف مدام لميس ما يصحش عليها؟ ما يصحش يا دكتور. بقى حضرتك لا، انا شايف بالعكس، انا شايف ان تقديري الشخصي، انا لو مكان احمد حسام، كابتن احمد حسام، انا كنت هعمل كده 100% ومش 99%. كابتن ميدو، سمعت كابتن كردي الدكتور كردي بيقول لك ايه؟ يعني طبعا بشكر دكتور كرم على الكلام اللي هو بيقوله، لانه التاكيد للكلام اللي انا كنت لسه بقوله بسيادتك، ان يعني انا يعني الهجوم اللي انا تعرضت له، بس هو كان في خلط في الامور. وانت حبيت توضح، احنا كمان حبينا ان احنا نتصل بيك عشان انت توضح، لان انا متاكده انه قصدك يعني سليم وليس يعني حضرتك. ده احمد حسام ساب بي ان بعد ما قرار المقاطعه بخمس دقائق، فيعني اللي حصل معاه ده النهارده ده للاسف الشديد ده استمرار لمسلسل المزايدات اللي احنا عايشين فيها في مصر في الوقت الحالي. بشكرك دكتور كرم كردي. ميدو بشكرك. ممكن نختلف على فكره في امور كثيره، لكن يعني اختلافنا ده لازم، يعني عايزين نتعلم فكره الاختلاف، ان انا ممكن اختلف مع ميدو. مثلا انا شخصيا ما كنتش سعيده قوي بالتويته اللي هو كتبها، وانا اعرف ميدو، لكن فقلت لا، ميدو يوضح موقفه رغم اختلافي معاه. الفكره انه ممكن نختلف مع بعض، لكن ميدو الحقيقه لازم نقول وقلناها قبل كده، هو اتخذ موقف مهم وساب بي ان سبورتس، وعلى فكره كان بياخد فلوس كتيره، يعني فعلا اللي في بي ان سبورتس بياخدوا فلوس كتيره، كان بياخد فلوس كتيره هناك، لكن اول ما حصلت مقاطعه رسميه مشي. هو بيقول ان دي يعني موضوع شخصي، انا شخصيا لو كنت مكانه ما كنتش هعمل كده، مع احترامي الكابتن دكتور كرم كردي، انا ما كنتش هعمل كده خالص، مش لا علاقه بالناصر الخليفي، كنت ابعت له بقى رساله بيني وبينه، لكن في النهايه هذا رجل عليه علامات استفهام وشبهات في العالم كله، فبالتالي يعني نختلف في هذا الامر، ولكن حبينا ان احنا نسمع وجهه نظره. سريعا، انتخابات الاهلي وده خبر رياضه تاني، مهدده بالبطلان. استاذ هشام حطب، مين معانا يا جماعه؟ اللواء شيرين شمس، مدير التنفيذي للنادي الاهلي. مساء الخير سياده اللواء. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. دلوقتي في مشكله طبعا في انتخابات الاهلي، هل انتوا قلقانين من بطلان الانتخابات؟ يا فندم احنا شخصيا ما عندناش مشكله ومش قلقانين، انا بس عايزين بس نشرح للناس ليه، علشان قضيه فرع الشيخ زايد، لو ممكن تشرح للناس. اتفضلي. بصي حضرتك، الشيخ زايد ده فرع، هم خدوا حكم حضرتك قبل التصويت اللي فات على اللائحه، وخدوا حكم باحقيتهم في حضور الجمعيه العموميه، وبناء عليه احنا نفذنا الحكم وادرجناهم في الكشوف، وهم جم قالوا باصواتهم المجموعه اللي جت من الشيخ زايد. بعد ما لائحه النادي الاهلي اترفضت وطبقت اللائحه الاستشهاديه وفتحنا الانتخابات عليها النهارده، انا بعت الاسبوع اللي فات حضرتك جواب للجنه الاولمبيه، بس استفسر دلوقتي الناس دي معاها حكم محكمه لابد ان انا مجبر ان انفذه. اللائحه الاستشهاديه بتاعه اللجنه الاولمبيه بتقول ان فرع الشيخ زايد او عضو الفرع ليس له حق حضور الجمعيه العموميه او التقدم بالترشح.
فبعت جواب للجنه الاولمبيه استفسر منهم ايه اللي هيتم، وقولوا لي عشان ما نرجعش تاني نخش في قصه انتخابات باطله مش باطله. فردوا عليا بجواب رسمي قالوا لي لا ما تدرجهمش في الكشوف وما لهمش حق حضور الجمعيه عموميه، وبالتالي انا مش هدرجهم. اعضاء الشيخ زايد بقى هيرفعوا قضيه على اللجنه الاولمبيه. اه فانت هي دي يبقى انتوا يعني انت مش هتدرج اعضاء الشيخ زايد خلاص. لا مش هدرج. ولو هم اللي هم اعضاء الشيخ زايد اللي هم بس اللي عضويتهم على الشيخ زايد فقط على اهل الشيخ زايد. بالظبط يا فندم، هم واخدين حكم على فكره بنبقى اه بس ما انت عارف اللجنه الاولمبيه مالهاش علاقه باحكامنا يعني، ما حضرتك عارف. كويس، انا بالتالي بما اني يعني اللجنه الاولمبيه بتدير المسائل دلوقتي انا كان لازم ارجع لها عشان ما يرجعش حد يقول لي انت خالفت. اه بالظبط. هم ادوني جواب رسمي يخلي مسؤوليه النادي الاهلي امام اعضاء الشيخ زايد بان مش انا اللي رفعتهم. اه فانت مش هتدرج عشان الناس تبقى عارفه، لن ينتخب مجلس الاداره الجديد اعضاء اهلي شيخ زايد. تمام، اذا حد بقى من اعضاء الشيخ زايد يبقوا يرفعوا قضيه بقى، دي قصه ثانيه. هم يرفعوا قضيه على اللجنه الاولمبيه مش على اللجنه. دول كام واحد سياده اللواء؟ 10,000 يا فندم بس. 10,000، بينما الجمعيه العموميه بقى اللي عندكم في الاهلي، الاهلي قد ايه؟ 136,000 عضو عامل غير زوجاتهم لهم حق التصويت. اوكي، اظن ان اللي حضرتك عملته ده افضل شيء، بحيث انه يعني ايه نخرج من دايليما بطلان الانتخابات، وساعتها هم لو عايزين يبقوا يرفعوا طبعا قضيه على اللجنه الاولمبيه بقى ساعتها. لكن القضيه هنا انه اللجنه الاولمبيه لها قواعد، هو انه الاصل او النادي الاصل هو النادي اللي لازم تحصل فيه الانتخابات. تمام، او اللي هم لهم حق التصويت بمعنى او اللي لهم حق التصويت. طب هم ما يقدروش يجوا ينتخبوا عندكم مثلا في الاهلي في الجزيره؟ لا، هي المشكله مش ينتخب فين، هي المشكله ان ملوش الحق خالص. اوكي. ملوش يعني حق. الجواب بتاع اللجنه الاولمبيه واضح ان هو ملوش. طب هو 10,000 من 100 وحاجه الف، اعتقد انه رقم يعني غير. ما عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني، بس نحسبها حسبه ثانيه. الانتخابات اللي فاتت كان فيها الانتخابات مش التصويت على اللائحه اللي فاتت، الانتخابات اللي فاتت اللي كان فيها الباشمهندس محمود طاهر والاستاذ ابراهيم معلم حضر 19,000. تمام، من ال 136 19,000. اوكي. اعضاء الشيخ زايد عارف حضرتك زي لعيب الكوره اللي بيبقى له فتره ما لعبش وبيبقى نفسه يلعب كوره، هم نفسهم ان هم يخشوا. طبعا. فلو جاب منهم يعني 4,000 5,000 لا ده يبقى اصوات مؤثره. لان هم عايزين يحضروا. طب هل في حل؟ هل في حل للقضيه دي؟ لا انا ما يعني احنا كنادي اهلي احنا ما عندناش حلول، احنا يعني استنى سؤال مباشر وجالنا اجابه مباشره. طب ده احنا ما اتكلمناش على بتوع مدينه نصر. لا ما فيش حاجه اسمها مدينه نصر حضرتك. ما فيش حاجه اسمها عدو مدينه نصر، هو في عدو النادي الاهلي. النادي الاهلي لكن موجود في مدينه بيدخل مدينه نصر. لا هو يخش بقى مدينه نصر، يخش الجزيره، يخش الشيخ زايد. اوكي. ده اللي هو العدو العام لجميع الانديه بتاعت النادي الاهلي. بشكرك. هتفتحوا باب التقدم للانتخابات ايه يوم 15 اظن؟ لا يا فندم فتحنا النهارده. فتحتوا النهارده؟ النهارده فتحنا النهارده، ابتدينا لغايه يوم 15 مظبوط. لغايه السبت القادم ان شاء الله الساعه 5 مساء هيغلق. مين اللي تقدم يا فندم؟ النهارده واحد بس تقدم، الاستاذ محمد ثابت فضل الله. انت تقدم على منصب الرئاسه. منصب الرئاسه؟ ده من الاول كده. طيب ان شاء الله نشوف انتخابات عظيمه محترمه شفافه حماسيه تنافسيه كعاده النادي الاهلي المحترم. وانا بشكرك سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. ونخرج فاصل بقى وكل ما تريد ان تعرفه عن العاصمه الاداريه. للعام الثاني على التوالي انطلق الملتقى التوظيفي شغلني بمشاركة 25 من كبريات الشركات والتي توفر هذا العام 7,000 فرصة عمل متنوعة وبشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. السنة اللي فاتت لما عملناه كان الحمد لله ناجح جدا، يعني كان في 1,300 واحد حضروا الملتقى منهم 500 واحد اتقابلوا يوميها، فاحنا كنا حابين نكرر النجاح ده ان احنا نعمله اكبر السنه دي، والحمد لله ده تم ان احنا عملنا اتفاقيه مع وزاره التضامن الاجتماعي. السنه دي مركزين اكتر على ذوي الاحتياجات الخاصه، ان احنا شفنا ان في سوق العمل مش بياخدوا نفس الفرص طبعا زي باقي الناس، وكان نفسنا فعلا احنا نعمل حاجه انها تبقى حاجه مفيده ليهم ان هم يجوا فعلا يلاقوا شغل. وزاره التضامن نفسها مش بتوفر فرص عمل بس بتنسق مع شركاء
يوفروا هذه الفرص، سواء كانوا الشركاء من المبادرات الشبابية زي شغلني. فده الحقيقة بيساعدنا ان احنا نوثق شراكتنا مع القطاع الخاص ونتيح له من هذه قاعدة البيانات انه يقدر يختار منها. بدأنا يمكن بالقاهرة، هنمتد بعد كده للصعيد، لان احنا بنؤمن ان لو عايزين نمنع هجرة داخلية من الصعيد ومن الريف الى القاهرة والى المدن، فيجب على المدن ان تذهب الى الريف وتوجد فرص عمل وفرص استثمار. نجاح ملتقى العام الماضي وقبول 500 من المتقدمين بفرص عمل فورية كان سببا رئيسيا في استكماله واقامته مرة ثانية ليقدم شيئا مضيئا في نفق البطالة المظلم. جربنا عن كلامك وخلاص، دي كتير يعني بتحصل كتير في شركات لما بنروح نقدم فيها وكده، او على النت ما بحدش بيرد علينا، بس لا الموقع كويس والناس بتشكر فيه. على اساس الاي دي بتاعي انا بعرف الوظيفه اللي انا عايز اقدم عليها، على اساس كده هو بيوجهني للشركات المعينه اللي هي طالبه التايتل ده. لما عرفت اللي فيه ملتقى توظيف عن طريق الويب سايت الفيسبوك، ده الكلام ده كان بقاله اسبوعين، فضلت عمال اتابع معاهم لغايه ما عرفت الميعاد النهارده وجيت. جيت قدمت ولقيت اليوم جميل والتنظيم جميل، وقدمت لكذا شركه والحمد لله مستني النتيجه خلال يوم او اتنين. شكل مختلف يتبعه موقع شغلني، حيث يوفر سرعة في الرد المبدئي بالموافقة أو الرفض، بدلا من الشكل التقليدي في التقديم والانتظار، باعثا الثقة والجدية بين الطرفين، مما يساعد في الانتشار ليصل إلى دول الخليج العربي في العام القادم كما هو مخطط من قبل القائمين عليه. محمد سلامة، هنا العاصمة.